للوقوف أكثر على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها تركيا للحد من تداعيات أزمة سعر الصرف، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، بداية مرحبا بك. بما تفسر هذا النجاح الكبير للتدابير التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد القرارات الاقتصادية والتي أدت لارتفاع يعني العملة التركية، الليرة التركية، بهذا الشكل اللافت؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية يجب أن نقول بأن ما شهدته البلاد يوم الاثنين الفائت قبل يومين، يوم 21 من ديسمبر، هي إفشال ما يسمى الانقلاب الاقتصادي على العملة التركية والاقتصاد التركي. نجح الرئيس أردوغان في إفشال هذا المخطط الذي كان يهدف إلى زعزعة الثقة المواطنين بالليرة التركية والاقتصاد التركي، وكان هنالك استهداف حقيقي من خلال المضاربات المالية ومن خلال الشائعات الكاذبة والإسبيكلاسيون، وهي عبارة عن شائعات داخلية وخارجية هدفها زعزعة الثقة وأن يكون هنالك ضغط على البنك المركزي والحكومة لرفع الفوائد. يا سيدي، واضح تماما بأن الرئيس أردوغان هو مصمم على السياسة الاقتصاد الإنتاجي الذي يستند على خفض الفوائد وتوجيه رؤوس الأموال إلى المعامل وإنشاء مصانع وتشغيل أيدي عاملة وإنتاج حقيقي، عوضا عن تذهب إلى البنوك للاقتصاد المالي الذي هو عبارة عن فقط كسب المال من المال. القرارات التي اتخذت قبل يومين قرارات تاريخية وحاسمة، ليس فقط على صعيد تركيا وإنما على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي. أفشل المخطط بالمطلق، عادت الثقة إلى المواطنين الأتراك الذين اصطفوا بالطوابير لتصريف موجوعاتهم من العملة الصعبة إلى الليرة التركية، والاستفادة من الآليات التي قامت بها الحكومة التركية ورئيس أردوغان بعرضها على المواطنين. لو تفسر لنا أستاذ يوسف يعني أثر حزمة التدابير الاقتصادية على كل من السوق المصرفي والمواطن التركي. انعكست بشكل إيجابي وكبير جدا، انخفضت العملات الأجنبية أمام الليرة التركية بأكثر من 40%، من 18.5 ليرة للدولار انخفضت إلى ما دون 12 ليرة، الآن نتكلم عن 12 ليرة ونصف. هذه التدابير التي أعلنت هي هدفها الرئيسي زيادة الثقة، واحد. ثانيا، الضمانات تبنتها الحكومة التركية لكل من يحول ودائعه في البنوك من عملة صعبة إلى ليرة تركية سيحصل على الفوائد، بالإضافة إلى تعويض لأي فروقات نتجت من جراء أسعار الصرف أو الفرق بين الليرة والدولار. ثانيا، الإعفاءات الضريبية على الودائع البنكية إذا ما كانت بالليرة، الإعفاءات على الأرباح لهذه الودائع، ثم فتح المجال لفتح قنوات لأن يكون هنالك استثمار لما هو غير رسمي من ما يسمى تحت الوسادة من مدخرات، سواء كانت نقود أو كانت معادن ثمينة كالذهب وغيرها، وأيضا دعم الصادرات التركية من خلال إعطاء أسعار الصرف مغرية آجلة بأسعار تفضيلية. هذه جميعها انعكست بشكل واضح إيجابي، وبالتالي سحب البساط من تحت من كان يراهن بأنه إما عليك أن ترفع الفائدة أو عليك أن تشتري الدولار أو تقترض من السوق الخارجي. أصبح هنالك حلول إبداعية من قبل الحكومة التركية برئاسة الرئيس أردوغان. صرح اليوم الرئيس، نعم أستاذ يوسف إذا كنت تسمعني، صرح الرئيس أردوغان اليوم أنه لم يعلن عن خطة مخالفة للأسواق المالية، ماذا قصد بذلك؟ هنالك بدأت شائعات أخرى تقول بأن تركيا بدأت الآن بخطة مغايرة عن الاقتصاد الحر، وبدأت تنتهج أسلوب رفع الفوائد بطريقة غير مباشرة، وهذا غير صحيح. ما تزال قوانين السوق الحر هي المسيطرة، وما يزال ما يحدد سعر العملات الأجنبية هو العرض والطلب، والقوانين التي هي منتهجة في الأسواق المالية ما تزال سائدة في تركيا. ما حصل هو فقط إزاحة الضبابية من المشهد المالي، زرع الثقة، إيجاد بدائل حقيقية للمودعين
والتمسك بالليرة التركية لأنها عملة وطنية، وعدم اللجوء إلى البنوك الأجنبية، ودعم الصادرات والتقليل من الواردات، والأهم من هذا كله هو عدم الاقتراض أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي التي تركيا أرادت أن تنتهي من تبعاته، وسددت جميع الديون عام 2013 والبالغة 23.5 مليار. إذا استقرار اقتصادي بالمطلق والخروج من عنق الزجاجة، والهدف أن تصل إلى أكبر وأقوى 10 دول اقتصادية في العالم في الانتخابات طيب القادمة أستاذ عام يوسف، 2013. وزير التجارة التركي محمد موش أعلن عن اعتقاده باقتراب تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية، هذا ما يهم المواطن داخل تركيا، ترى هل هذا الأمر سيكون بمعدل زمني سريع أم سيكون على فترات متفاوتة؟ بدأت بالفعل هذه الحملة، وهذه ليست اختيار أو خيار لأصحابين المحلات والمنتجات، هذا عبارة عن أمر ضروري، وإلا سيعاقب هؤلاء بغرامات مالية ضخمة جدا قد تصل إلى 2 مليون ليرة تركية. يجب محاربة الغلاء الفاحش الذين تم استغلالهم من قبل الجشعين أو المحتكرين لهذه البضائع. ونجد الآن الكثير من المواقع التي هي تقوم بالبيع عن طريق الإنترنت بدأت بنشر تخفيضات وصلت إلى 50%، ولا نريد أن نذكر بعض أسماء هذه المواقع. بدأ هنالك حملات تنزيل بالفعل، لا ننسى ليلة الاثنين كان هنالك زيادة ستأتي على أسعار المحروقات تم إلغاؤها، وسيتم إلغاء أي زيادات إضافية، وأتوقع أن الأسعار ستشهد انخفاضا ملحوظا على معظم المنتجات الاستهلاكية للمواطن التركي. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لك.